مرحبا أصدقائي. مرحبا. اليوم في هذا العدد من حصة تعلم معنا حنتعرفوا على حيوان أليف، وهذا الحيوان نحبه بزاف بزاف، وهذا الحيوان اسمه الدجاجة. نروح فاصل ونعود نقول لكم. يعد الدجاج من الطيور الأليفة، حيث يتربى في المزارع إما في الفناء الخلفي أو حظيرة الدجاج. يغطي جسمه الريشة، ويعد الدجاج من الطيور. خلود، كي الدجاج من الطيور؟ عليه ما يطيرش؟ سؤال جيد. الدجاج في هيئته يشبه الطيور، إلا أنه يمتاز بقصر الجناحين وكذلك الذيل، وذلك سبب في عدم الطيران. ويتميز الدجاج بالتويج، ويحيط هذا التويج بأعلى رأسه، ويكون هذا التويج كبيرا، ويتكاثر الدجاج من خلال البيض. كيف تحافظ الدجاجة على البيض؟ تحافظ الدجاجة على بيضها ببناء العش، وذلك بالقش وأوراق الشجر وأغصان الأشجار لتضع فيه البيضة. خلود، كم تبيض الدجاجة من في اليوم؟ تضع الدجاجة بيضة واحدة أو بيضتين في اليوم الواحد، حيث تنام عليها لتكون الصيصان داخل البيضة، ويحتاج البيض للفقس 21 يوما. صديقتي خلود، هل يفقس البيض في يوم واحد؟ لا، لا تفقس البيضة في اليوم الواحد، إنما تستغرق عدة أيام حسب ما استغرقت فترة الحمل ووضع البيضة. ولتربية الدجاج يجب التقيد بهذه النصائح، واللي هي يجب المحافظة عليها والاهتمام بالنظام الغذائي لها، وكذلك إبعاد الحشرات الضارة عنها وإعطائها الماء بكميات كبيرة. انتهى عددنا لحصة هذا اليوم بعد ما تعرفنا على حيوان الدجاجة. وما تنساوش تأكلوا البيض لأنه مفيد للجسم. انتظرونا في عدد جديد مع حيوان آخر. سلام.